هاي لحمة الخروف مشان نعمل المنسف، نحضر فيها المنسف العربي. هي لحمة خروف طازة، أول شيء بنغسلها وبعدين بنحطها بالطنجرة وبنحط معها البصلة ومي وملح. بنغسل اللحمة نشيل عنها الغفوة طبعا اللي مو منيحة، بطلع عاد المي الصافي على اللحمة، نرجع بنحط البصل وبنحط البهار اللي هي عبارة عن قرفة، عن جنزبيل، عن ورق غار، اكليل الجبل، ملح، كل هاي الشغلات مشان تطلع نكهة اللحمة طيبة بالمنسف. بعدين بس تستوي اللحمة بهي الطريقة وصارت خرج النقطة بالملحية، بنشيل كل قطع اللحمة وحدة وحدة وننزلها بالملحية. الملحية عبارة مجهزينها من اللبن الرايح والكفة ومية اللحم مشان تعطينا النكهة الطيبة. قلنا نحن عبارة عن الكفة واللبن مشان تاخذ النكهة الطيبة من الكفة واللبن. هلا هاي مرحلة البرغل. أول شي طبعا البرغل رح نغسله وننقيه ونحطه بالطنجرة ونحط له كمية المي مع الملح والسمنة والورس اللي هو العقد الصفرا. هاي الكبة المسلوقة بنعملها بنكبها طبعا تجي أصغر شوي من الكبة المقلية وبنعطيها سماكة أكثر ومحشية، بنسلقها بالكفة واللبن يعني تغيير شكل ونكهة، وهيك متعودين عليها عاداتنا وتقاليدنا.